في ختام أعمالها بالرياض، أكدت القمة الخليجية الأمريكية على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتثبيت الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن القمة ستساهم في التعاون بين الطرفين، بينما أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوجود خلاف بشأن إيران رغم الاتفاق على رفض تصرفاتها الاستفزازية على حد وصفه. القمة الخليجية الأمريكية، وهي الثانية بعد كامب ديفيد السنة الماضية. البنود الأساسية كانت في متابعة مخرجات كامب ديفيد والتعاون بين الجانبين في كل المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية. بيان القمة شدد كذلك على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامج إيران للصواريخ البالستية ودعم طهران لجماعات وصفها البيان بالإرهابية تعمل بالوكالة لصالح إيران في كل من سوريا واليمن ولبنان. واتفق القادة على أن حل النزاعات الأهلية في المنطقة لا يتم بالوسائل العسكرية وإنما بالطرق السياسية والسياسية، مؤكدين التزامهم باتخاذ خطوات إضافية عاجلة لهزيمة ما يسمى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة. كما أجمعت الأطراف المشاركة على دعم محادثات دولة الكويت بشأن الأزمة اليمنية، وأكد دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في ليبيا، فضلا عن تقوية قدرة دول الخليج لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية. وبخصوص الملف السوري، شدد الزعماء على الحاجة إلى تحقيق الانتقال السياسي في سوريا دون نظام بشار الأسد مع الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الجلسة الختامية للقمة قال أوباما إن بلاده ستطلق مع دول الخليج حوارا بعيد المدى لتطوير العلاقات الاقتصادية، وإنها ستواصل التعاون معها لمواجهة إرهاب ما يسمى تنظيم داعش وتخفيف حدة الصراع السوري، فضلا عن دعمه للعراق حتى القضاء على التنظيم. كما وصف أوباما القمة بأنها ناجحة بامتياز، وتعهد بدعم بلاده لردع ومواجهة أي عدوان يستهدف حلفائها وشركائها. وكانت الرياض قد شهدت أمس انطلاق القمة التي بحثت مواضيع الإرهاب وسوريا واليمن وعلاقة إيران بالإرهاب، بينما خصصت الجلسة الثانية لبحث التهديدات الإيرانية.